السلام عليكم متابعي قناة ستار تيوب، لا تنسى دعمنا بالاشتراك بالقناة وضغط زر اللايك وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل جديد. بعد فشل منتخب الرجال في بطولة آسيا، فشل جديد يطال المنتخب الأولمبي. غادرت صباح اليوم بعثة منتخب سوريا الأولمبي من دمشق إلى سلطنة عمان عن طريق العاصمة اللبنانية بيروت لخوض مباراة ودية استعدادية ستجمعه بمنتخب عمان الأولمبي يوم الاثنين القادم. بعثة المنتخب اقتصرت على 12 لاعبا فقط من الدور المحلي، هم فارس أرناؤوط، يوسف محمد، كامل كوايا، أيمن عكيل، هيثم اللوز، صبحي شوفان، كامل حميشة، عبد الرحمن بركات، غيث سليمان، محمد مالطا ومصطفى جنيد، بالإضافة إلى 4 لاعبين قادمين من خارج سوريا هم سعيد داود وحمزة محنايا وحازم محنايا والحارس ويليام غنام. ليلعب المنتخب المباراة الودية ب 17 لاعبا فقط بسبب تعذر استصدار سمات دخول لباقي اللاعبين، والسبب خاص بالجانب العماني الذي لم يستصدر سمات الدخول للاعبين الذين يحملون جوازات سفر مهمة، رغم الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد كرة القدم والاتصالات المكثفة مع الجانب العماني لحلحلة الموضوع. طبعا يجب أن نضع اسم اتحاد كرة القدم بين قوسين. اللاعب السوري سيمون أمين لن يستطيع المشاركة مع المنتخب خلال التصفيات القادمة، والسبب عدم قدرة اللاعب على القدوم إلى سوريا في الفترة الحالية لاستصدار أوراقه الثبوتية كونه ملتزم مع ناديه السويدي، وهذا السبب ليس حقيقي. فالسبب الأول والأخير هو فشل اتحاد الكرة السوري، حيث أن اللاعب قدم مسبقا إلى سوريا وأقام 10 أيام في سوريا على أمل استصدار الأوراق الثبوتية اللازمة للمشاركة مع المنتخب، ولكن اتحاد الكرة لم يفعل شيئا آنذاك، لا استصدار أوراق ولا تجهيز ملف اللاعب. نعم وكيف لا، ولدينا الدباس وموفق جمعة واتحاد كروي أفشل من الفشل نفسه. فبعد تحطيم وتدمير المنتخب الأول للرجال، جاءوا الآن بهدف تدمير منتخبنا الأولمبي، وهذه أول نكسة للمنتخب الأولمبي بإبعاد اللاعب المخضرم سيمون أمين محترفنا في السويد عن صفوف المنتخب الأولمبي. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا يتم استبعاد اللاعبين المحترفين المتألقين في الدوريات الأوروبية عن صفوف المنتخب؟ فأي لاعب تريدون أن تجلبوه للمنتخب كواسطة، لماذا دائما تضعون مصالحكم فوق مصالح المنتخب وجماهير المنتخب؟ ما هذه المهزلة؟ ولكن لا استغراب، ففي سوريا لا حسيب ولا رقيب ولا حياة لمن تنادي. يذكر أن المنتخب سوف يخوض التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة في المجموعة التي ضمته إلى جانب منتخبات الكويت والأردن وقرغستان، حيث ستقام مباريات هذه المجموعة في الكويت خلال الفترة ما بين 22 و 26 من شهر آذار المقبل، أي في نفس توقيت بطولة الصداقة التي سوف يخوضها منتخبنا الأول. فهل سوف نصطدم مجددا بفشلين متتاليين؟ هذا ما سوف تكشفه الأيام القادمة. دمتم برعاية الله.